محمد وهو قابل بس الهزار مفيش هزار بمد الايد. انا احترم اللي قدامي عشان اللي قدامي يحترمني. تمام. طيب هو بيقدم محتوى، ايه رايك في المحتوى بتاع الفيديوهات بتاعته؟ ايه رايك فيه؟ انا قلت لك هو نرفزني بس باسلوبه. تضايقت من طريقته مع الناس؟ متضايقت من طبعا معاملته. بعرفه برضو جمهورية مصر العربية مطلعة نجوم، بلدنا مطلعة نجوم كبار، مش هتيجي انت تهزق حد من الشعب المصري حتى لو بضحك. طيب تعرف تقول لي هو ليه مشهور؟ ايه اللي وصله للشهرة اللي هو فيها دي؟ هو نزل بلدنا الصيط وتصويرات وبتاع وحركات. تمام. طب ما فكرتش تقابل محمد في مصر؟ يعني لو قابلته؟ هتفنوا احرقوا الشعب المصري هيبقى جنبي مني. هذا عاوزي ايه؟ ده الطفل هيبقى جنبي مني، ده لو قلت الطفل يضربه ده هيضربه. طب لو قابلته، لو قابلته في الشارع تقول له ايه؟ لو قابلته؟ اقول له ان عيب اللي انت تتعامل مع الناس كده، خلي الناس تحبك عشان ما انت واضع لله رفعه. انت واضع لله رفعه. تمام. طب بص يا محمد هسيبه وامشي كمان. طيب خلينا نتكلم عنك انت شويه. لما بتنزل الشارع الناس بتقابلك ازاي؟ الناس كلها اللي بيعمل الدين عقلك اهو، الراجل الصغير اللي بيعمل الدين عقلك اهو، لو ممكن اتصور معاك اقول له انا جاي حاضر. قوم جاي واقف معاه اتصور معاه. طيب ما بلحقش من الناس بصراحه، وبيسالوني انت عامل حاجات جديده ان شاء الله في رمضان، اقول لهم عامل حاجات وعامل مفاجاه وعامل فيلم.